السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قطع النواب وزير الصناعة السيد فرحات أيتالي بعد إهانة هذا الأخير لأحد النواب الذي طرح عليه سؤال يتعلق باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو ما تسبب في ملاسنات كلامية كادت أن تؤدي لشجار ليعتذر الوزير بعدها. كشف وزير الصناعة بأن أطراف مافيوية من بقايا عصابة مقيمة بمارسيليا تسعى لعودة استيراد السيارات المستعملة والتي لن تكون لصالح المواطن بسبب غلاء ثمنها وارتفاع اليورو في سوق الموازنة، ما يجعل أسعار السيارات المستعملة أكثر من جديدة. أكد الوزير الصناعة اليوم أمام اللجنة المالية أن اقتناء السيارة من الخارج يتطلب 15,000 يورو، ما يعادل 300 مليون سنتيم، ومع دفع الرسوم ستكلف أكثر من المستوردة الجديدة. مضيفا، عندما يعود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سيفصل في ملف استيراد السيارات المستعملة. مصداقية، ستجدون المصادر في صندوق الوصف. أي استفسارات اكتبوها في خانة التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.